أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأحداث هذه المباراة. المباراة الثالثة في ليلة من ألف ليلة وليلة. إن شاء الله نشوف صرايح ولطايف ونزود من اللطايف، علشان ليلة هتكون من أجمل الليالي الكروية هنا في أرض الجونة. حوار كبير وحكاية ورواية كبيرة ما بين الفرقتين، فريق البي سي سي اي اس والمنتشي بنتيجة 3-2 في اللقاء الماضي. هذا الفريق يمتلك كل العناصر وكل مقومات النجاح والتفوق، هو فريق الحياة. كرة على طول تنزل إلى تشكيلة هذا اللقاء وأولى مفردات هذا اللقاء، وهي تشكيلة الفرقتين. فريق حياة على اليمين بتيشيرتاته الزرقاء بيبدأ بليلى حراسة المرمى، فاطمة وعائشة وليالي وهيا وجودي، أما قريب وسلمى وجودي وائل أيضا العناصر الموجودة على دكة الجبلة. بالنسبة لفريق البي سي سي اي اس، نستعرض سويا يعني تشكيلة هذا الفريق. إيمي حارسة المرمى، قدامها جنى وملك، جنى شريف ونور وفريدة وكنزي وعليا وزينب وحبيبه، هم دول تشكيله فريق البي سي سي اي اس. بقول لحضراتكم منتشهين بفوز كبير جدا في اللقاء الماضي. ولكن تنتظر في الدفاعات وتتحول الى الضربه الركنيه الاولى في هذا اللقاء عن طريق قريب اللي سددت، ولكن حائط الصد سلمى بتطلع الكره اللي فاتت صح كده، ضغط واستحواذ من فريق حياه. كره على طول، ولكن ملك بتشيل وتطلع، تصل عند نور اللي بتحطها على طول ناحيه الشمال عند اللاعيبه اللي امامنا. كنزي هم ما اتصابتش في اللقاء الماضي، صاحبه الامكانيات، صاحبه التسديدات، ودي فرصه، وادي المحاولة على طول. ذا ماستر اوف سسبنس محمد، اللاعيبه رقم 19 ملك شيل وتطلع، اتطرقنا للركنيه الثانيه. ادي هيا جول ولا مش جول يا كابتن؟ في الاخير جول خلاص، اكتسب الهدف. انا عايز جول واحد لشيء. اذا الحياه تاتي بالحياه وتسجل اول جول واول لقطه، وتقدم لنا الصرايف واللطايف في عين على القطايف. اول هجمه واول كره حقيقيه واول اختبار حقيقي لحارسه المرمى الحارسه ايمي، ولكن الكره على طول بتسجل الشباك معلنه على الاول اهداف هذا اللقاء. أنا أريد وأنت تريد وعزيزي المشاهد، الله دائما يفعل ما يريد. وأدي كنزي ذا ماستر أوف سسبنس، سيدة التشويق، وهم ما اتظلمتش في اللقاء الماضي. هتعمل لنا إيه كنزي؟ هتقدم لنا إيه كنزي؟ هترجع مرة تانية وتسطر تاريخ وتسجل هدف. وأدي كورة، وادي كورة مرة تانية من نور، فتحت اللين وحطت تسديدة صاروخية، ولكن بتطلع وتخرج إلى خارج الملعب وإلى رمية الجزاء بسرعة جدا على اليمين عن طريق عيشة، ولكن ترجع لورا هناك خالص، ولكن أكيد بتتحول الكورة إلى ضربة ركنية. ثلاثة على ثلاثة موقف صعب. حلوة أوي ويا عيني على المثلثات والمربعات وكل قطعة
تصل إليك عند سلمى أحد العناصر اللي لم تشارك في اللقاء الماضي تشارك في هذا اللقاء وتقول عن وجود أي في الطرف اليمين عند اللاعبة عيشة وفرصة ولمة وتسديدة أما وحطت وسجلت الجول الثاني صاحبة خاتم سليمان وشنطة الأجوال هي عيشة بتحط الجول الثاني علشان والله دي هيا نرجع تانية أنا شفت الأربعة وما شفتش الواحد هي رقم 14 هيا بتحط الهدف الثاني علشان تصبح النتيجة اثنين فريق الحياة لا شيء البي سي سي اي اس لسه فريق البي سي سي ما دخلش في اجواء اللقاء لسه الكنز ما اشتغلتش لسه ملك مش كليات لسه ايضا فريق تاع الحلبة ما اشتغلتش ولسه نور لم تضيء بعد على طول جنى وخروج الكره الى خارج الملعب ورمي التماس هدي فطيمه بتعمل الهجمه المرتده عند هيا وهيا بتكسب فرصه وبتكسب مساحه بعد الماتش هدبسها في الاستاد كله هيا بتتقطع وبتفتح نفسها بس فريق وايه وانفاس بلايرز يا جماعه بس مهمش مش عدت سددت العشاء ولكن بتمر بشكل عمدي مصيبة تمر بكور القائم الايمن والى ركله المرمى دي لا شيء نتيجه كبيره جدا جدا في بدايه الشوط نتيجه صعبه جدا جدا على البي سي سي اللي ما كانوش ابدا يتخيلوا هذه البدايه الكارثيه وهذه البدايه القويه من جانب فريق حياه هذا على طول هيا على طول هيا بتعمل الزياده الهجوميه وبتقدر تضع نفسها في اماكن مميزه جدا جدا للتسجيل ادي فاطمه كابتن التيم تحط على الشمال عند هيا بسم الله ما شاء الله منتشره في كل مكان في الملعب هيا بتسيب بتسدد بتعمل عرضيات بتعمل كورسات كل حاجه وين فقط على شكل حارس الخطوه هذه فاطمة يا عيني على الاستلام لكن استلام بعدت الكورة ومرة تانية هيا بص شوف الرؤية شوف الإصرار وبص بتعمل إيه تنال شارك الجميع هنا من خارج الخطوط والجهاز الفني لكن في إمكانيات في أرقام موجود في أهداف كل حاجة موجودة زي ما أنت عاوز مش حرمينك من أي حاجة عزيزي المشاهد عزيزي المتابع جارة شريف اون هو مين اللي جاب الجولين؟ ضربة ركنية عيشة وعمر بتتلعب ازاي؟ في توقف هنا واشارة من الكابتن سهام النهارده التقييم على اعلى مستوى سواء الكابتن سهام او الكابتن شهيرة المغربي او الكابتن منى عطا الله الثلاثة بسم الله ما شاء الله اداء جيد من السادة الحكام وادي كورة عرضية وادي فين التسديدة وادي وصلت عند اللعيبة هيا اللي بقول لحضراتكم حتى الان هي ايه؟ ايوه هي ذا ماستر اوف سسبنس رميت التماس لصالح فريق البي سي سي اي اس تصل عند فاطمه كابتن التيم وصمام الامان بقول لك ايه انت الحته بتاعت الجول دي ما بينوش ضايقتها ولا ما تعرفش كده رميت التماس بس من هنا ادي جانا بتعرف ترجع بيها كده ونبص عليها دلوقتي وانا شغال لا بعد ما بين الشوطين الطريقه عشان ارتاح من اللقطه معانا كده عند اللعيبه عيشه جول 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 هي ما فيش غيرها هي بتعدي وبتفوت وبتعدي زي السكينه في الجاتوه وبتخرج زي ما هي عاوزه وبتحط الجول التاني علشان تصبح النتيجه ثلاثه فريق الحياه ايوه هيا اطلع يلا يا جماعه يلا لا
علامة التماس. فاطمة ركز في الماتش. هذه مرة تانية وصلت للدفاع. سنة يمين محمد. بص هيا ما بتهزر. هلا هلا عكل وكده. هلا هلا عليه. بسم الله ما شاء الله عندها كل المقومات اللي تجعلها يعني هذه مرة تانية. هيا بتوزع عند عيشة وهذه اللمسة الدفاعية ولكن بتتعوق إلى خارج الملعب والإبعاد هنا من زينب. بتطلع إلى ضربة ركنية. عندنا ضربات ركنية كتيرة جدا جدا جدا. أعتقد وصلنا إلى 600 أو 700 ضربة ركنية منذ بداية البطولة. أرقام كبيرة جدا جدا. يا محمد اجري على خط يا جنى. اجري على خط يا جنى. تأخر المكان وتأخر الزمان ولكن دائما دائما هي أفضل وأجمل عنوان. هنشوفها كده. تبديل مش هينفع في صفوف فريق الحياة المتقدمين. مش كده بقى اشوفها بس عشان نريح على طول. نور بتلجأ للمواقف الدفاعية ودي نور الكورة البعيدة المرسلة من الخلف للأمام. بتفكر في التسديد ولا كانت رايحة لها بقى كنزي ولكن بتمر الكورة وتخرج إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى عند الحارسة ليلى المتألقة. واللي حتى الآن حقيقة ما فيش اختبارات حقيقية مش متألقة ولا حاجة ولكن تألقت في اللقاءات الماضية لكن في هذا اللقاء يغيب التألق نظرا لعدم الاختبارات مش نظرا لأي حاجة تاني نظرا للأداء. ادي مرة تانية انطلاقة هنا عن طريق جنى شريف ودكتورة عند نور بتفتح الشمال ودي كنزة تقدر هي اللي عندها المهارة وهي اللي عندها الحلول ودي نور ولسه فرصة وتربية وسقوط على أرضية الملعب وفي الأخير قرار هنا من الكابتن شاهين ده المغربي. على طول جلال شريف يلا في وسط الملعب والله جلال شريف استلام توصل تصل عند نور. ادي نور بتدور على كنزي معاها كنزي على الشمال اللي اتقفلت المساحه واتقفلت الرؤيه والزاويه وتصل في الاخير عند ليلى اللي بالايد على طول ضربه المرمى. يلا ولكن من قدامها على طول كرايم ورمية التماس. عندنا ايضا رميات تماس كتيرة جدا 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 ولكن لحد دلوقتي اللي تمتلك الحلول وصاحبة خاتم سليمان واللي جابت معاها شنطة الاجوان هي دائما دائما الابداع فريق حياة. هقول لحضراتكم من الفرق المتكاملة سواء في خط حراسة المرمى مرورا بخط الدفاع وصولا الى منطقة نص الملعب ومن ثم منطقة الهجوم اللي بتتواجد فيها حتى الان صاحبة الامكانيات العالية جدا للاعيبة هيا عيشة بتحط الهيا ودي على واحد اتنين على واحد ودي هيا بتعدي في مساحة وتاخد الجبهة الشمال لحسابها شارية هنا نص فدان. بسم الله ما شاء الله وصلت مرة تانية عند فاطمة اللي بتسيبها بالخبرات وبالعقل يا حبيبي بالعقل. ومع هذه اللقطة صفارة حكامنا شاهدها المغربي بتعلن من خلالها صفارة